عميدة. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وتسلط الأعداء. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور، أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باطن إلا وجهك. وصلى الله على خير خلقه محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فاسأل الله من فضله والله رب ادعوني استجب له. اللهم انا دعوناك فاستجب لنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا ربنا برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا وهمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغن فقراءنا، اللهم اشف مساكيننا، اللهم فرج الضيق والهم عن أمة حبيبك محمد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك حسن الختام والوفاة على الإيمان ورضوانك الأكبر التام يا رب العالمين. نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث